السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندنا جدول في برنامج لبري اوفيس رايتر، سهل ان انا اعمل سيلكت عليه واجي هنا هلاقي عندي حاجة اسمها اوتو فورمات ستايل. تمام، اوتو فورمات ستايل بدوس عليها ببدأ اختار الفورمات اللي انا عايزه، وليكن مثلا فورمات الظريف ده يلو، وبقول بقى انا عايز اخد الفورمات البوردر تمام والنمبر فورمات، الفونت نفسه عايزه ولا عايز العادي، باترن الاينمنت. تمام، بتبدأ تشوف، وبعد كده ممكن تغير الاسم لو انت عايز، ممكن تعمل ديليت هيل، تضيف، تعمل كلوز، اقول له اوكي، فيبدأ ياخد لي نفس الالوان ونفس الفونتات ونفس الستايل.